يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وفقرة رياضية جديدة. أنا اسمي سماء وحكون مدربتكم لليوم، واليوم تماريننا رح تعتمد على وزن جسمنا وما رح نحتاج أي أدوات رياضية. رح نجيب لكم تمارين ممتازة تمارسوها معنا بالبيت. رح نشتغل على جميع عضلات الجسم اليوم ونحاول نحرق سعرات حرارية بكمية كتير كبيرة. في عنا خيارات، فما بدنا أي أعذار منكم اليوم، بدنا الكل يشاركنا. نبلش مع إحماء كتير بسيط، واليوم مشاركنا بحلقتنا ساعد، واتمنى الكل بالبيت كمان يشاركونا. حنبلش مع جامبينج جاكس، هذا الخيار الاسهل للجامبينج جاكس اللي ما بيقدر ينط معنا اليوم. ايدينا بيدقوا بعض فوق راسنا، بعدين بيلمسوا اجرينا من الجوانب. هلا دائما عندنا الخيار انه ننط، ناخذ الخيار الاصعب. اصابع اجرينا دائما للامام والركب للامام، ايدينا شغالين. رح نعمل آخر ثمانية هون، بعدين رح نمشي على نفس هذا التمرين بس نغير الإيدين. 4 3 2، رح نعمل كروس بالإجرين، نفتح ونسكر، مرة يمين مرة شمال قدام. خلي إيديكم مرفوعين على نفس مستوى كتافكم، وهي الخيار الأسهل هون بدون نط. آخر ثمانية، 4 3 2، وآخر واحدة افتحوا مسافة بين إجريكم. رح نلمس إصبع إجر، نلف دوران للخلف، نفس لبرا ونطلع ورانا. خلي إيديكم مرفوعين على جنبكم على نفس مستوى كتافكم. 4 زيهم، 3، نقدر نخلي تانية بسيطة بالإجرين. آخر وحدة رح نبدل الدوران للجهة الثانية. أربعة زيهم، 3 2، آخر واحدة. ركض أو مشي خفيف محلنا. هلأ خليكم معي، بدي أحكي لكم شوي عن التمارين اللي حنعملها اليوم. كلها رح تكون بشدة عالية، بس في خيارات أسهل وليفلز أسهل. هذا أول إشي. ثاني إشي، عندنا 6 تمارين بكل جولة، رح نكررهم 12 مرة. هلأ أمشي، نحافظ على نفسنا حتى لو تعبنا، بدنا نضلنا نتنفس لجوا ولبرا طول الوقت. هلا رح نفتح مسافه كبيره بين اجرينا، نلمس كعب اجرنا، نرفع ايدينا لفوق. هلا واحنا طالعين لفوق بنسكر المسافه بين الاجرين، ننزل لتحت نلمس الكعب، نطلع لفوق نسكر الاجرين والمسافه اللي بين اجرينا. هلا احنا رح نضيف عليها جمب، نسكر الاجرين، نرفع الايدين لفوق، ورح نبلش 12 زي هدول. شوي أسرع، ننزل لتحت ونطلع لفوق. إذا تعبنا دائما عندنا الخيار إنه نرجع بدون ما ننط. نحاول نخلص 3 جولات مع بعض. آخر 2، آخر وحدة. رح ننزل على الأرض نعمل بوش أب. هلا من هون افتحوا لي ايديكم اعرض من الفتشه او اعرض من كتافكم. رح ننزل لتحت بسدنا، نرفع ايد لفوق، نخلي ايدنا تيجي ورا راسنا بالضبط. افتحوا كوعكم للسقف. هلا ممكن تمشوا معي، تخلوا ركبكم ثابتين على الارض، او تمشوا مع سعد ترفعوا الركب على الارض. يمين وشمال، تكرار واحد، بدنا نعمل 12. هلأ هون عم نشتغل على الجزء العلوي من الجسم، على عضلات الصدر، نفس الوقت على كل عضلات الإيدين، لنشد معدتنا لجوا عشان برضو نستفيد. آخر واحدة على كل جهة، تمام. هلأ ديروا بالكم بالطلع، شوي شوي بنوقف، نفتح مسافة بين الإجرين. هلأ بدي إياكم تفردوا إيديكم قدامكم وقدام صدركم بالضبط،
بدنا نلف لجنب نعمل لانج. لما نرجع للوسط شدوا كل العضلات الخلفية، خلي إيديكم ثابتين محل ما هم. الإجر الخلفية بتتني أول، وزي ما أنتوا شايفين من الجنب 90 درجة بالإجر الخلفي والإجر الأمامي. خلي وزن جسمكم متوزع بين الإجرتين، ظهرنا مفرود ومعدتنا مشدودة لجوا على الآخر. ماشي يمين وشمال. نحاول نقرب ركبتنا الخلفية من الأرض ونشغل جميع عضلات الجزء السفلي من الجسم. آخر واحدة يمين وشمال. تمام، تمريننا الجاي على الأرض رح يشتغل على الكتاف وعلى المعدة بنفس الوقت. بلشوا معي أول إشي بالخيار الأسهل، كوعنا على الأرض وجسمنا بخط مستقيم واحد. رح نطلع بإيدنا اليمين أول، ننزل باليمين لتحت. رح نعمل 6 باليمين و6 بالشمال. آخر وحدة باليمين، طلع ونزلة. هلأ نفس الإشي بس بدلولي إيدين، نطلع بالشمال ننزل بالشمال. آخر وحدة. تمام، خلي كوعكم ثابتين على الأرض، ثبتولي إجريكم على الأرض، وبدنا نرفع ركبنا عن الأرض. هلأ من هون كل ما بنرفع الحوض لفوق رح ناخد ركبة لعند سدنا، نرجع ننزل الحوض لتحت ونرجع إجرنا محل ما كانت. مرة يمين ومرة شمال. حاولوا ترفعوا لفوق قد ما بتقدروا، ولما بنرجع بننزل بدنا نضلنا على نفس مستوى باقي جسمنا. آخر 2 يمين وشمال، خلي نفسكم ثابت. آخر وحدة، ممتازين. رح نرجع نوقف لفوق ناخد آخر حركة لنا بهاي الجولة، بعدين ننتقل لجولة جديدة. هلأ رح نرفع ركبة ركبة، بعدين نلمس أصابع الإجرين. ممكن نمشي بدون ما ننط هون بمحلنا، ظهرنا مفرود، نفس دايما لجوا ولبرا عن طريق الأنف والفم. نحاول نرفع ركبنا أعلى من مستوى الحوض، صدرنا مفرود، اكتافنا مرخيين بعاد عن دنينا. وهلأ إحنا رح نحاول نرفع الليفل تبع تمريننا شوي أعلى، فرح نضيف عليه جمب يمين شمال نلمس أصابع الإجرين. كمان 10 زيهم. هلأ دائماً لما ندمج عنصر النحت والفات برني حرق الدهون بنفس الوقت، نستفيد أكثر عدد ممكن من العضلات، وبرضه بنستفيد أكثر وأكبر عدد ممكن من حرق الدهون. آخر وحدة، نلمس ركب، نلمس أصابع إجرين. رح نبلش من الأول، افتحوا مسافة بين إجريكم، رح نلمس كعب الإجر، نسكن الإجر، نرفع إيدينا لفوق. حاولوا ما توقفوا بين التكرارات. كمان 2 زيهم، وآخر وحدة. رح ننزل على الأرض بوش أب ونرفع إيدنا لفوق، افتحوا المسافة بين إيديكم، نزلوا صدركم للأرض، نسحب إيد لفوق. هلأ إذا هذا الخيار صعب دخلوا لي ركبكم لجوا، حاولوا تخلوا الركب بالضبط تحت الحوض، بس برضو بدنا نركز على انه النزلة تيجي من الصدر والإيدين.
آخر ثلاثة يمين وشمال. آخر واحدة. رح نوقف لفوق شوي شوي. افتحوا مسافة عريضة بين إجريكم وافردوا إيديكم قدام صدركم، معدتنا مشدودة لجوا. رح نلف للجنب لانج، نطلع للوسط للجهة الثانية. تمام، خليهم 12 يمين وشمال، يعني 24 كله كتوتل. آخر وحدة. رح ننزل مع بعض على الأرض، نحط كوعنا بالضبط تحت كتافنا، نشد معدتنا لجوا، نطلع بإيدنا اليمين أول، نطلع يمين وننزل يمين. هلأ هذا التمرين ممكن يكون بديل للبوش اب برضه. اتأكدوا لما تحطوا ايدكم على الأرض تنفرد بالضبط تحت كتفكم. نبدل الجهة الثانية. أربعة هون. ثلاثة. اثنين. وآخر واحدة. تمام، رح نيجي لتمرين بيدمج عضلات المعدة العلوية والسفلية بنفس الوقت. نرفع الكتاف عن الأرض، رح نسحب ركبتنا لجوا لعند صدرنا، ننزل لتحت. كملوا. هلأ بس بدي أنبهكم على كم من شغلة. إذا تعبتوا دائما عندكم الخيار إنه تنزلوا ركبكم على الأرض، بس إنه نوقف التمرين هذا مش خيار. إحنا قربنا نخلص، فخليكم معنا، خليكم قوايا، دائما خلي نفسكم ثابت. 12 على اليمين وعلى الشمال، بعدين ننتقل لآخر حركة إلنا. آخر وحدة يا سعد، يمين وشمال. برافو عليك. يلا نوقف مع بعض، نسحب ركب لفوق، بعدين نلمس أصابع الإجرين. فعنا ركبة ركبة، بعدين إجرين. 12 وحدة من هدول. كمان أربعة زيهم. ثلاثة. آخر اثنين. آخر وحدة. ركبة ركبة. تمام، افتحوا مسافة بين إجريكم، خذوا النفس لجوا، ارفعوا إيديكم لفوق. رح نتنفس لبدا ننزل إيدينا على الأرض، نريح راسنا ورقبتنا لتحت. وتذكروا إذا إيديكم ما بيلمسوا الأرض دائما عندكم الخيار تريحوا إيديكم على إجريكم من الأمام. رح نتني ركبنا شوي شوي، نطلع لفوق فقرة فقرة، ورح نلف من اليمين للشمال، نرفع كعب إجرنا عن الأرض وإحنا عم نتحرك. كمان أربع يمين وشمال. خذوا ايديكم ورا ظهركم وافردوهم قد ما بتقدروا، افتحوا صدركم للساق. هلا زي ما انتوا اسحبوا ايديكم فوق راسكم ونزلوا صدركم لتحت. ريحوا ايديكم ورا راسكم، خليهم يمتدوا للارض. بدنا نريح ايدينا، نتني ركبنا ونطلع لفوق كمان مره شوي شوي. هلا رح نريح كتافنا لانه اشتغلنا عليهم اليوم، فبدنا نسحب ايدنا لجوا لعند صدرنا، خليها مفروده، خلي معدتنا مشدوده لجوا دائما. نبدل ايد الثانيه. هلا رح نرفع اجر لفوق، خلي ركبكم مسكرين على بعض، ادفشوا الحوض للامام. نبدل الاجر الثانيه. هلا ثبتوا اجر قدام اجر، حاولوا تلمسوا اصابع اجريكم.
نطلع لفوق شوي شوي، نبدل اجرين، نحط الثانيه قدام، ننزل لتحت شوي شوي. نطلع لفوق شوي شوي، نريح كتافنا، نقلب الدائرة تاعت كتافنا للأمام. ممتازين، خذوا نفس كبير لجوا، زي ما انتم شايفين احنا عرقنا وتعبنا كثير. إذا شاركتونا بالبيت يعطيكم ألف عافية.